مادة 3 الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد. أعلنت اللجنة التحضيرية لتأسيس الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد في الجامعات والجمعيات الرياضية عن تقدم أشغالها في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة في القطاع الرياضي والأكاديمي بالمغرب. تشكلت هذه الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد في الجامعات وفي المجال الرياضي، وذلك من أجل مؤسسة ثقافة تحارب الفساد في جميع أشكاله في الجامعات الرياضية، خصوصا أن هناك أصوات كثيرة أصبحت تندد بما يجري داخل الجامعات الرياضية من زبونية ومحسوبية وكذلك سوء التسيير المادي والإداري. وقد عقدت اللجنة اجتماعها الأول يوم الجمعة 6 شتنبر من هذه السنة الجارية بمدينة فاس، تلاه اجتماع ثاني اليوم الجمعة 20 شتنبر في نادي المحامين بالرباط. احنا الفكرة نتاع التأسيس ديال هذه الهيئة هو جا من عند بعض الإخوان نظرا للنتائج اللي كتعرفها الرياضة الوطنية فيما يخص الخروق ديال القانون 30/09 اللي هو ما عطاش واحد الاكل ديالو صحيح بالنسبه لا للجامعات ولا الجمعيات الرياضيه. فتجمع بعض الاخوان وقررنا ان نديروا هذه الهيئه لمحاربه الفساد داخل الجامعات والجمعيات الرياضيه الى كل ما هو رياضي. خلال هذه الاجتماعات تمت مناقشه عده قضايا مهمه، من بينها الفساد المالي والاداري الذي بات ينخر الجامعات والجمعيات والمؤسسات الرياضيه. فهذه الهيئة هذه ما جاءت إلا لأن تقف وقفة تضمن لا أقول مراقبة ولكن مصاحبة بعض الجامعات من أجل محاربة الفساد فيها، وبالتالي كذلك هي كتعمل على تنزيل مضامين الخطاب الملكي السامي اللي جاء عدة مرات لمحاربة الفساد في جميع المؤسسات العمومية وبما فيها كذلك الجامعات الرياضية والجمعيات الرياضية. وإذا أردنا جيلا يؤمن بالرياضة ونعرف كذلك أن الرياضة أخذت منحى جديد في هذا العهد، خصوصا في عهد محمد السادس أنها أخذت منحا جديدا، وأننا رأينا النتائج التي أبهرت العالم في جميع سواء في كرة القدم أو في جميع الرياضات، إلا أن هناك ما زالت هناك فساد في جامعات تؤثر سلبا على سير بعض الجامعات الرياضية. لا أخص بالذكر جامعات بأسمائها، ولكن وسائل التواصل الاجتماعي فضحت هذه الجامعات مما أثر في نفوسنا كجمعيات أو كفاعلين حقوقيين أو كفاعلين لهم غير على بلدهم وغير على المسار الرياضي داخل المغرب. إضافة إلى الأداء المخيب للآمال للرياضات الوطنية خلال أولمبياد باريس 2024 رغم الأموال الكبيرة التي تم ضخها في هذا القطاع وما أثار استياء شعبيا واسعا، وأشارت اللجنة إلى أن قطاع الرياضة أصبح في السنوات الأخيرة مجالا خصبا لممارسات غير مشروعة أبرزها تبييض الأموال واستغلال النفوذ، وهو ما يتنافى مع القيم الحقيقية للرياضة. الفكرة ديال التأسيس جات هذه الهيئة اقتراح جاتي اقتراح يكون تشاركي من اجل الحكامة في الشأن الرياضي بأكمله باش يلعبوا واحد الدور محوري لمواجهة الظاهرة بتعزيز الشفافية والمساءلة وتعزيز قيم النزاهة والشفافية في تسيير الجامعات المرتبطة بها بآلية الرقابة الفاعلة لإلزام تطبيق القانون والمبادئ، رغم أن النداءات الأخيرة نتاع ملك المغرب كله كيدعي للجدية والحكامة، فجينا باش نكملوا هذا المسار معاه ونتعاونوا ربما نكونوا خير على الرياضة المغربية، لأن كنشوفوا مثلا رؤساء دابا ديال الجامعات اللي هما كيخرقوا القانون ديال 30/09 ولا من يحاسبهم، كنشوفوا رئيس جامعه اللي جالس 30 عام في واحد الجامعه بدون نتائج وما كاينش اللي يحاسبهم، ما كاينش اللي يقول لهم شنو كديروا تما، كانت شتي المهزله اللي دازت في الالعاب الاولمبيه ولا محاسب ولا، ورغم ان الناس كتبوا والشعب كله كتب على هذا الشيء بحال داك الشيء داز هكا سهوا ما كاينش حتى اللي يرد
عليك حتى شي مخاطب يقول لك علاش هذه النتائج كانت وشنو هي الاسباب. ماده 3 الهيئه الوطنيه لمحاربه الفساد. اننا نضرب بيدي بقوه على كل من سولت له نفسه انه ينشر الفساد داخل الجامعات، وسنكون كقوه اقتراحيه تنزل توصيات الهيئات الوطنيه، وكذلك تنزل توصيات الهيئات العالميه فيما يخص محاربه الفساد في الجامعات. وللتصدي لهذه الظواهر المشينة شددت اللجنة على ضرورة إرساء آليات صارمة وفعالة لمحاربة الفساد بجميع أشكاله لضمان نزاهة وشفافية المنافسات الرياضية وتعزيز الثقة في المؤسسات الرياضية الوطنية. يجب أن تحقق أهداف ولا تحقق الأهداف إلا بمحاربة الفساد داخل هذه الجمعيات، لأنها هي وجه للمغرب، وجه للشباب المغربي، وجه للمستقبل المغربي. فكفانا من الفساد، وهذه الهيئة نظن على أنها سوف تلعب دورا محوريا ودورا رئيسيا في إرساء مقاربة عادلة، مقاربة تحارب جميع أنواع الفساد والتمييز داخل الجمعيات الرياضية. وشكرا. ثانيا كنشوفوا في الناحيه الماديه، ملي كتمشي عند اي جامعه كتجبر 70% في ديك الجامعه ديال الميزانيه الماديه ديالها كتمشي في الاعضاء الجامعيين في السفاريات، كتبقى 30% ولا 40% على الرياضه. اش غتعطيك من الرياضيات اللي غتعطيك؟ وكاين عده خروقات. وفي هذا السياق توصلت اللجنه الى صياغه مسوده اوليه لمشروع القانون الاساسي للهيئه، مع التأكيد على ضرورة مراجعة بعض مقتضياته ليكون متوافقا مع الخصوصيات المعقدة للقطاع الرياضي. الفين كاين ونحطوا الأصبع ديالنا على الخلال، ربما يجيب الله الشفاء بهذه الهيئة إن شاء الله. شكرا. كما تم التوافق على مشروع أرضية التأسيس التي تتضمن الرؤية الاستراتيجية للهيئة وأهدافها في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الرياضية. وتدعو اللجنة التحضيرية جميع الفاعلين في المجال الرياضي والأكاديمي إلى المشاركة الفعالة في هذه المبادرة الوطنية الطموحة التي تهدف إلى تأسيس هيئة مستقلة وذات كفاءة عالية لمحاربة الفساد المالي والإداري الذي أصبح آفة يهدد مستقبل الرياضة في المغرب.